اليوم عندنا موضوع كثير مهم. شو هو اللي؟ شو الموضوع؟ حسيتك شو الموضوع اللي حكينا عنه امبارح انا وياك على الهواء؟ أيه. انه الست لما ما بعد الانجاب بتتغير وبصير الزوج عنده غيره من اهتمامها بالاطفال وانه شوي بتهمله. هذا موضوع حلقتنا لليوم. امبارح وعدناكم انه نعمل لكم اياه اليوم. ليه عملت هيك انت؟ خبرينا شو عملت؟ ليه تغيرتي من بعد ما انجبتي؟ ما لحقت، ما صار لي بالقصر امبارح العصر، ما لحقت لسه. انا عم بسالك، احنا ما عندنا وقت، ما عندنا وقت لانه نحن انا عم بسالك هالسؤال. تبارك الرحمن اثنين. انت من بعد ما انجبتي ليه تغيرت تصرفاتك مع زوجك؟ ليه بطلتي تهتمي فيه؟ شكالك ليه؟ ايه شكالك، مش هذا الموضوع طرحتيه؟ شكالك سألتك سؤال جاوب على قدته. اشتكالك؟ لا ما اشتكالي. ايه عم قول، لا صراحة ما اشتكالي. ايه شكرت. فالست اليوم بعد مرحلة الانجاب بصير طبيعيا فطرة من رب العالمين، ربنا عطاها هاي الفطرة، بتتغير. لا وبتصير مو بتتغير، بصير معظم اهتمامها لهالطفل الصغير اللي بين ايديها واللي بيحتاج لرعاية جدا دقيقة. لا بدك تتابع شربه وأكله ونفسه، وخاصة بأول 3 شهور بيكون فعليا الطفل كتير. حرام اللي بيسمعك بيقول 24 على 24 قاعدة حد هالطفل أنت. لا هو لا ما خلص يعني أكتر من هيك ما بقى فيني يعني. لا ردي جاوبي. مين جاوبي. كيف يعني جاوبي وين علي بيكونوا؟ أنا بس أسألك جاوبي. وين بيكونوا الأمهات؟ شوفي يا حبيبتي، شفت الطفل نعم بده يأكل، بده يغير وينام. هيدي أول فترة، وأول فترة لقلك أكتر من هيك بينام 16-17 ساعة. لا يا شيخ. نعم. لا يا شيخ عن جد عم تحكي. أي. ما بيقولوا لك الأطباء بأنه الطفل بحاجة كل 3 ساعات أو 2.5 ساعات تصحي عشان ترضعه؟ طيب هذا إذا نام. أي. هذا غير المغص، هذا غير الوجع، هذا غير أنك أنت ما بتكون فاهم عليه. ما دخل هلأ، نحن ما عم نحكي تربية الطفل، ما تعملوا لي من الحب. نحن عم نحكي أنه ليش الرجال بيصغر عقله، لا وبصير يغار من هالطفل الرضيع الصغير يلي قد النونة، بيغار منه وبيبلش إلا لمرته أنت بطلتي تهتمي فيني. صح 100%. ليه صغر هالعقل؟ انتبه، بدي أقول لك، بدي أوضح لك بس نقطة. تفضل. الرجل ما بيغار من ابنه، الرجل بينزعج لأنه قبل كنت تهتمي فيه، كنت تسأليه تعملي له أكل، تعملي له كذا. هلأ كل ما يقول لك شو بدي أكل تقول له والله مفضيط كل النهار قاعدة. ايه ما فضيت. عم ايه ما فضيت. صح ما فضيت. وهي كل الامهات هلا بتجاوبك ما بتفضل. اي امهات ما بتفضل؟ اسالي امك انت، ما تسالي حدا من الامهات. كيف ربتكن؟ بسال امي كيف ربتكن، وكيف كانت كيف كانت تهتم ببيتها، وكيف كانت تهتم بزوجها. شو بتقولي لي؟